الإعلام الجميل أستاذ رامي العقاري فين؟ رامي مش فاهم. طيب إحنا هنسمع صوت الأقاليم يا جماعة، هنسمع الأساتذة من صوت الأقاليم اللي مشرفينا النهاردة. طبعا أنا والله الود ودي والله أرحب بكل واحد فيكم باسمه، بس أنا بقول نستثمر الوقت في الكلام، لكن أنا سعيدة جدا جدا بيكم فردا فردا والله، يعني بجد يا ألف أهلا وسهلا. اسمحوا لي بس الأستاذة سوزان حسن رئيسة التلفزيون الأصغر تحية خاصة جدا، يعني شرفتنا وبتشرفنا، وبقت العضوه الجميله بالبنايه الحلوه ملتقى السرد العربي، ربنا يسعدك. وطبعا حضراتكم شرفتونا في ندوه جميله كانت فيها متالقه، ربنا يسعدها، وشكرا جزيلا على قبول الدعوه، وعليكم وليكم جميعا فردا فردا. نبتدي بصوت الاقاليم، نبتدي مع الاستاذ سامح الجباس من بورسعيد، اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. في ملتقى السرد العربي بالفائزين بالجوائز، وخصصنا سلسلة لهذا الغرض، والواقع أن سامح الجباس ظاهرة قصصية تصعد صعودا نيزكيا سريعا من بورسعيد إلى العالم العربي كله، وكنت أكثر الناس سعادة حينما حصد جائزة كتارا للرواية العربية عن روايته حبل قديم وعقدة مشهورة. مساء الخير على حضراتكم جميعا. انا سعيد جدا ان انا التقي بحضراتكم النهارده لاول مره، اكون موجود في الملتقى نفسه، وتعودت ان الملتقى هو اللي بيجي بورسعيد مع الدكتور حسام. عايز اقول طبعا الدكتور حسام الحقيقه اشار لنقطه مهمه جدا، وهو موضوع الجوائز. ليه هو انا حابب ان انا طالما هو فتح الموضوع اسمحوا لي احوله نقطه كده في عجاله. الحقيقه ان من حوالي اكتر من سنه كان الدكتور حسام في ملتقى السرد العربي استضاف ليله كانت خاصه بتكريم عدد من الروائيين الحاصلين على بعض الجوائز العربيه. الحقيقه اللي عايز اقولها ان وزاره الثقافه المصريه ما عملتش ده اصلا معانا، مع ان يعني انا او غيري، على الرغم ان مثلا يعني انا لم اكرم من وزاره الثقافه اصلا، مع ان مثلا اخر جوائز عربيه روايه ترجمتها للانجليزيه والفرنسيه، الناس عارفيني بره مصر اكتر من مصر، حصل عدد من الجوائز المصريه والعربيه. احصائيا بس عايز اقول كمان نقطه، انا اكتر من 10 سنين في مجال الروايه، اكتر من يعني عدد كبير من الجوائز، حوالي 8 جوائز مصريه وعربيه. السنه دي في يناير لاول مره وزاره الثقافه تصر ان هم يستضيفوني في معرض القاهره الدولي للكتاب ويعملوا لي ندوه، وانا قلت لهم الحقيقه في الندوه وهم اتفاجئوا، انتوا لسه بتفتكروني بعد 10 سنين يعني جايين تفتكروا ان تعملوا لي ندوه في معرض الكتاب بعد الجوائز دي كلها؟ من 2019 تقريبا اذا كانت وزاره الثقافه استضافوني مره السنه دي، فالحقيقه ان الدكتور حسام عقل تقريبا من 2019 وهو بيكون بيتواصل معايا وموجود بيجي بورسعيد علشان يناقش رواياتي. تقريبا احنا بنتقابل مش هقول هنا في القاهره، بورسعيد مرتين او ثلاثه كل سنه. وده الحقيقة ده النقطة اللي عايز ان انا كنت اشير اليها. يعني انا بقدر واثمن جدا حد ناقد بقيمة الدكتور حسام عقل ان هو يجي خارج القاهرة لمكان زي بورسعيد ويتواصل معايا ويصر على ان هو يناقش روايتي. انا في الحقيقة 95% من ادواتي هنا في القاهرة بصراحة، لكن بيفرق جدا وجود الدكتور حسام عقل وتواصله معايا ان هو يناقش روايه بورسعيد. النقطه الثانيه اللي انا عايز اشير اليها، انا كمبدع وغيري من المبدعين غالبا احنا اللي بنروح للنقاد، وده وضع مكسف وغريب جدا، والمفروض ان احنا يتوقف دورنا عند عمليه الابداع وعلى الناقد الاهتمام واكتشاف هذا النص سواء بالايجاب او السلب. والحقيقه برضه انا على مدار 10 سنين تقريبا انا اللي بقابل النقاد برضه ما عدا الدكتور حسام علي صراحه. هو دايما يفاجئني، يعني انا بعد صدور اي روايه جديده ليا هو اللي بيتواصل معايا وبيصر ان هو يشتري الروايه ويقراها ويكلمني عشان احدد ميعاد يناسبني انا عشان يجي لي كمان بورسعيد. والحقيقه دي نقطه يعني انسانيه، مش هتكلم بس على مستوى النقد، انا اسمنها جدا للدكتور حسام علي ودور ملتقى السرد العربي الحقيقه. لان زي ما قلت لحضراتكم دي نقط احنا كمبدعين من وجهه نظري تفرق معانا جدا، وهي استثناء كبير جدا وحاله
فريدة من نوعها إن ناقد هو اللي يبحث عن المبدعين. علشان ما اطولش على حضراتكم، بس ملتقى السرد العربي والدكتور حسام عقل، الحقيقه وانا دلوقتي بستمع للكلمه الدكتور حسام ذكرني بمقوله يعني استهوتني وعجبتني في روايه للروائي الايسلندي يوهان ستيفنسون، والروايه بعنوان حزن الملائكه. هذه العباره ذكرتني بدور الدكتور حسام. هذه العباره بتقول: نحن في زورق تجديف يسرب الماء، ومعنا شبكة مهترئة، وفي نيتنا اصطياد النجوم. كمل يا دكتور حسام اصطياد النجوم. كل الشكر والتقدير للأستاذ سامح الكباس، وأهنئه على روايته الجديدة رابطة كارهي سليم العش. وأنا شخصيا أتنبأ أو أتكهن بأن هذه الرواية ستحظى بجائزة عما قريب. الحقيقة الأستاذ سامح الكباس من أهم الوجوه في بورسعيد،